أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في الشرقية. مؤسسة حياة كريمة افتتحت أول منفذ دائم لتوفير اللحوم ب 310 جنيه وده كان بالزقازيق. وفي بورسعيد تم تسليم مقرات مديرتي الزراعة والبريد لتقديم الخدمات أهالي سهل الطينة ببور فؤاد. نعم، وكمان في البحيرة دينا تم إطلاق قافلة سكانية مجانية بمركز كفر الدوار. كمان في الدقهلية تم فصل الكهرباء عن حي غرب المنصورة لإجراء أعمال الصيانة. تفاصيل أكتر هنتابعها من المحافظات في سياق التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في الشرقية. أقامت مؤسسة حياة كريمة منفذ دائم لتوفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر مخفض حوالي 310 جنيه للكيلو، حيث أقيم المنفذ في منطقة وسط مدينة الزقازيق بشارع الجلاء، وتم تجهيزه بالثلاجات والأجهزة اللازمة، وبيعمل على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من 9 صباحاً. في بورسعيد أعلن مجلس مدينة بور فؤاد تسليم مقرات مديريتي الزراعة والبريد وعدد من المنشآت الأخرى لمزاولة كافة الأنشطة الخدمية لأهالي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد من أجل تقديم كافة الدعم لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمزارعين وقاطني مناطق سهل الطينة. نظمت محافظة البحيرة قافلة سكانية متكاملة بالوحدة المحلية بكفر الدوار بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية. تضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة، منها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات وخدمات بيطرية مكثفة، كما تم تقديم مسابقات للأطفال ورسم بالألوان لعلم مصر مع حثهم على الانتماء بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والتوعية بأهمية مراكز الشباب للمجتمع، وتنظيم مسابقات وورش حكي للأطفال بمشاركة الشباب والرياضة. أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي اليوم بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، مع تأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وده لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومين بمركز سمالوط أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1168 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. في شمال سيناء أعلن مجلس مدينة العريش بدء تسليم رخص البناء الجديدة للمواطنين طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، وجاءت هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية ضمن الحرص على متابعة الأعمال الجارية في المدينة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق مصالحهم.